مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا يوم جديد وحلقة جديدة من ست الستات. امبارح بقى العالم كله عاش ليلة، يعني الناس سموها ليلة مظلمة. اتقطعت خدمة الفيسبوك وواتساب والإنستجرام بسبب يعني عطل، ما لغاية دلوقتي احنا مش عارفين ايه اللي حصل. عطل مفاجئ أدى لتوقف الخدمة نهائيا من 5:30 تقريبا كده، وفضل العطل مستمر لمدة 6 ساعات. طبعا العالم كله أصبح يعني اتفكك كده في عزلة من السوشيال ميديا، وأصبح التواصل ما بين البشر منقطع، مع أن في أبليكيشنز تانية كتير بتساعد على التواصل ده، بس يمكن دي الأكثر شعبية. الدنيا قامت وقعدت وقامت وقعدت طول الليل لغاية لما الخدمة رجعت. وبعد ما رجعت بقى الخدمة والعطل تم إصلاحه، واشتغلت مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، وعرفنا نوصل لبعض بالواتساب والجروبات بتاعتنا. حتى إحنا هنا كمان في ست الستات عندنا جروب على الواتساب، عايزين نعرف هنعمل ايه، هنتكلم في ايه، قضايانا ايه. يعني برضو حسينا بشوية قلق. لقينا بقى بعد كده سيل من البوستات والتعليقات على الموضوع ده، والحقيقة ده بيعكس قد ايه اصبحت فيه اهمية كبيرة جدا للسوشيال ميديا في حياتنا. في بعض التعليقات اللي بدأت تتقال ان ايه، يا سلام ده احنا استريحنا. بصوا انا ما بحبش انكم تكذبوا على نفسكم، لكن خلينا نصارح نفسنا ونقول عملنا ايه في ال6 ساعات دي اللي اتعزلنا فيها عن بعض ابلكيشنز السوشيال ميديا. هل ممكن نقدر نستغنى عن السوشيال ميديا بشكل عام لفتره، ولا ده اصبح صعب جدا؟ هنتناقش في الموضوع ده، لان منورنا النهارده دكتور طارق الياس، خبير التنميه البشريه. دكتور طارق ازي حضرتك؟ ازيك وعملتي ايه امبارح حضرتك؟ والله ما كنتش عارفه، وبعدين لقيت جوزي بيتصل بيا يقول لي ما تقلقيش ده عطل عام. أيوة. لا اقلق من ايه؟ قال لي احسن تفتكري الواي فاي في البيت حصل لها حاجه. فوقتها عرفت ان في مشكله. عايز اعرف راي حضرتك ايه، ايه القلق اللي حسينا بيه ده؟ هو بقى بيشبه دلوقتي حاجه مهمه في حياتنا قوي، انه لو انقطع التيار الكهربائي فجاه والدنيا ظلمت، الناس بتقلق وبتستنى ان هو التيار الكهربائي يجي، لا عارف يفتح تلفزيون ولا قادر ان هو يعمل اي نشاط، مش شايف، الدنيا وقفت خالص. وبالذات بالليل. إذن بقى السوشيال ميديا اثبت بشكل او باخر انه بقى جزء من ثقافتنا اليوميه، انه بقى حته من حياتنا. وعلشان نقدر نستغنى عنه اعتقد هيبقى فيها صعوبه بالغه، لاننا اعتدنا. اطمئنان دكتور طارق، ولا انت مش معايا في ده؟ انا معاكي، لانه كمان ده دي نافذه مفتوحه، والنافذه المفتوحه بتخلينا اطمئن على كل من حولي. صح. وفي نفس الوقت بيخليني إني أنا أتجاوب معاهم، يتجاوبوا معايا، بس في حاجة أهم من كل ده بقى، أتواصل يا فندم، في تواصل، والتواصل موجود في طول اليوم. صح. لو التليفون يتعذر إن ما حدش عايز يقول ألو كل شوية، بس على الأقل بالكلمة. صح. أنا الأول كنت أبقى زعلان وأقول إيه، إحنا هنقعد نكتب، أنا عايز أسمع الصوت، عايزك تكلمني في التليفون. دلوقتي في تليفون، ده أنا عايز أقول لك على حاجة، ليا أصحاب اخيرا بداوا يعتمدوا على التليفون الثابت عندهم، ما كانوش بيستخدموه، فراحوا مستخدمينه امبارح عشان يقولي هو حصل عندك زي ما حصل عندنا. ايوه. فلقيتها فرصه حلوه ان انا اسمع صوته. قعدنا نتكلم شويه، قال لي بس برضه يا اخي الواتساب برضه اسهل، تصدق؟ ايوه. بعد ما بقالنا 10 دقايق بنتكلم. صح. فده ياكد لك حاجه، هيختصر لك الوقت كمان. لا، وساعات الكتابه كمان. يا استاذه دينا، انت ممكن ده ينفعك قوي في ايه؟ انك تكتبي ملاحظه بدل ما تتكلمي في التليفون، انت مشغوله في حاجه ثانيه، بس ممكن تكتبي وتوصلي رساله. لا، انا عايز اقول لك ان احنا حسينا بفراغ برضه كبير. صحيح. وحسينا بفجوه في حياتنا. التعليقات بقى اللي كانت امبارح بتختلف. يقول لك يا سلام ده احنا ريحنا شويه، وتبص تلاقي لا ريحنا ايه، يعني ده احنا انقطعنا عن بعض. واتقطع التواصل ما بيننا طبعا. وعلى فكره المواقع التواصل الاجتماعي هي عباره عن سيطره طبعا، سيطره من كل الاطراف، مش المتلقي بس، ما هو المتلقي واللي بيبعت لك، واللي بيبعت. ما هو اللي لو انا ما بعتش، ما انت مش متلقيه، ما هي. صح. العمليه لازم تبقى متكامله، بس هم الحقيقه الناس هم السبب انهم خلوا موضوع السوشيال ميديا له اهميته. هو في الاول ما كانش بالكثافه دي، انما النهارده بقى جزء لا يتجزأ من حياتك. وبعدين على فكره السوشيال ميديا ما بقاش وسيله بس ان انا اتواصل معاكي، ده انا كمان اشتغل،
ده انا ابيع واشتري. ايوه صحيح. يعني عايز اقول لك دي نافذه مفيده من كل الجوانب. بلاش بقى حكايه ايه احنا وتحنا او لا. ليه؟ هو كان هيبقى يوم واحد. في تاني يوم بقى والله الواتس كان نافعنا. اخبار الفيسبوك ايه؟ هنفتقده. ده مش معناه ان احنا من غيره مش هنقدر نعيش، لا طبعا. بس هو بيكمل نوع من بهجة الحياة شوية، وبيكمل كمان رغم كمان ان في مسوقاته، ورغم ان ساعات بيبقى في مشاكل كتيرة بتيجي منه، بس بقى جزء مهم من ثقافتنا. اللي انا نفسي بس اقوله حاجة، وده خطر، احساسنا بالفراغ بسبب انقطاع الخدمة. ايوه دي مسألة خطيرة، لازم يبقى عندنا بدائل استاذة دينا. يعني لازم يبقى في كتاب في ايدك يا اخي تقراه. ايوه ما هو الكهرباء موجودة اهي، لازم ترفع السماعة زي صاحبي اللي اتكلم من على التليفون الثابت ده. وعلى فكرة في ناس كلموني من على الموبايل برضو. أيوة عادي. أنا أختي كلمتني فيس تايم يعني برضو. تواصلنا عادي يعني. طيب عندنا بدايل، بس بلاش حكاية إيه بقى إحنا ارتحنا دي. لأنها مش حقيقة، مش حقيقة، بيكذبوا على نفسهم. ما هو إحنا مش عايزين أنا ما بحبش الناس اللي هي تقول إيه الرأي المثالي اللي هو إيه زي ما الكتاب بيقول. لأ، قولوا الحقيقة إن طبعًا. إحنا وصلنا إلى درجة من التواصل، ودي فيها بعض الإيجابية بقى. طبعا. طيب دلوقتي بقى بما أننا بنتكلم على التواصل الاجتماعي، عايز أرجع للنقطة اللي حضرتك قلت عليها، إيه حكاية الملل. يا يعني أنا ما بلجأش للتواصل الاجتماعي غير لما ببقى مش لاقي حاجة أعملها. فإزاي أننا نقننه؟ دي فرصة للي بيستعرض أنه هو قدر يستغنى. طيب وهو متاح قننه. المسألة دي هتبقى صعبة حبتين. دي عاملة زي حضرتك إيه بالظبط؟ واحد بيشرب القهوة وهو مش عايز يشربها، إنما هو لقى حد بيقول له تحب تشرب قهوة معايا، فيقوم شارب معاه بالتقليد أو بالتبعية. هي بقت كده مشاركة. أنا قاعد كده بتكلم، فلقيت واحد من أصحابي مسك الموبايل. طب أنا ما أمسكوش أنا كمان ليه؟ وحتى لو ما فيهوش حاجة مهمة. ده ساعات في ناس ماسكاه بالعادة وليس بأي هدف أساسي. عايز أقول لحضرتك إن مسألة الفراغ هي مسألة وهمية. إحنا ما كناش في فراغ، إحنا نقدر كنا نستغلها بأشياء مختلفة. واحد صاحبي قال لي حاجة مهمة جدا. قال أنا كنت مشغول بيه جدا اليوم كله، لكن وأنا قاعد في البلكونة عمال أبص يمين وشمال، بصيت على العربية لقيتها محتاجة تتغسل، فنزلت غسلتها بإيدي. حسيت بنشاط. لا، في حاجات إدراك لحاجات حواليك بتحصل. وانت حابس نفسك في الشاشة بالظبط كده. بس مش معنى كده ان الخدمة الشاشة تتقطع. لا يعني مش لازم. انا عايزة الحاجة تبقى موجودة بس وقت ما الجأ لها الاقيها. دي بس بقى ما تسرقنيش. ما هو بص يا استاذة دينا، هي قوتك في انك تقولي ايه، انا هقعد قدام الشاشة ولا هقفلها. انا هشوف الفيلم ده ولا انا مش عاجبني هشوف حاجة تانية. ايوة، هو دي بقى قوتك وثقتك انت كمان في انك عاوزه ايه. اصل في ناس كتير قوي بتبقى بتعمل حاجات مش عايزاها. بتعملها ساعات عشان بترضي اللي حواليها بس. صحيح. لكن انا ممكن امسكه ابص الاقي واحد بيبعت لي من بدري وانا ما كنتش عايز افتحه. صح. يقول لي ده انا ببعت لك بقالي 4 ساعات، انت ما بتفتحش الواتس ليه؟ يمكن انا مش عايز افتحه في الفتره دي. يعني من غير انقطاع الخدمه. اختيارك. ايوه بالظبط. وعايز اقول لك كمان انه هو الحكايه ما طلعتش كده بس. انت عارفه ان فيسبوك امبارح بيخسر 4.2 مليار دولار. سبعة يبقى مليار. وصلت لسبعة بالزبط. يبقى أنا كده معايا الرقم اللي هو 4.2 الأولاني. يبقى على ما إيه، على ما وصل لنا بقت الخسارة 7 مليار. يبقى حضرتك مش بتتكلمي دلوقتي عن حاجة للتسلية. دي بقت لعبة عالمية وكمان مالية. وهي بتفسر في كل دقيقة إن الناس دي بتحقق مكاسب عالية جدا من خلال إقبالنا عليها. يعني إحنا سبب في نجاح هذه المشروعات حول العالم. ويمكن يكون بعضنا بيضيع وقته وما بيعملش حاجة جيدة، بس بيكسب حد تاني مليارات. صح. وهو بيضيع وقته. فأنا عشان كده يا ريت يا أستاذة دينا نفكر من الزاوية دي. نفكر بقى إن في الحكاية الست سبع ساعات ما تشغلش نفسك بنجاح الآخرين وإنت مش واخد بالك من نفسك. ابتدي شوف ايه اللي ناقصك وكمله. كنت في الست سبع ساعات دول ابتدي شوف ايه اللي انت ما كنتش مهتم بيه، ايه الكلام اللي انت ما كنتش بتقوله، ايه الهوايات اللي انت اهملتها مفتقدها. صح. الشاشه دي خدت منا وقت طويل. فاهم. انا مره كنت قاعد مع ناس فلقيت في عيله بتتغدى في مطعم. اب وام، ولد وبنت، ولد وبنت هما سنهم طبعا كبير. الاكل جالهم وقعد وانا فضلت متابعهم، كل واحد ماسك تليفونه
ومدي جنبه للايه؟ للي قاعد جنبه، ما بيكلموش لا بياكلوا ولا بيكلموا بعض، ماسكين كل واحد التليفون بتاعه وفاتح السوشيال ميديا حضرتك. انا قمت انا كلمتهم عشان دي شغلتي. فانا قلت له انا بس نفسي اسالكم، انتوا قاعدين متجمعين اهو مع بعض، حركتهم موت صح؟ ماسكين الحاجه وعمالين بتلعبوا فيها، ما ده في البيت. ده انا مستنيكوا ان انتوا تاكلوا وتضحكوا وتحكوا. فلقيت الاب بيقول لي ايه؟ بيقول لي ما هو ده شغل. وبعدين هي بتقول لي ما هو عشان انت عارف الجروب، عشان المدارس خلاص هتدخل، وبعدين الولد والبنت فقعدوا صحابهم لا ده قالوا حاجه اهم، ما هو بابا وماما مشغولين هنعمل ايه؟ بصي أوكي. الكلام ده كله اتقال وسط بعض. بس انا قلت لهم من فضلكم اهتموا بالفتره اللي هتقعدوها. الحكايه ما فرقتش كتير وفضلت الحاجه في ايديهم برضه. لكن عايز اقول لك ان هذه العاده لازم فعلا زي ما انت قلتي تقنن ونبتدي نخف منها شويه عشان يوم ما تنقطع لاي سبب ما يجيلناش حاله الفراغ اللي حسينا بيها امبارح. كمان مش هكذب عليك اتفضلي، انا خفت يعني لما جوزي قال لي الخدمه مقطوعه وما كنتش واخده بالي زي ما بقول لحضرتك كده، بس انا قلقت قلت ايه ده؟ وفي حاجه بتحصل في العالم ولا ايه؟ بصوت. عشان لينا خبرات ان ايه مش عارفه يتقطع ارسال، بس النت كانت موجوده طبعا. قلت بقى ده في مشكله عالميه بتحصل واحنا مش واخدين بالنا طبعا. فده معناها ان الانسان اتعود على ان المعلومه بتجيله بشكل اسرع من الريح. ايوه، ولما حاجه تتغير قدامك من حاجه اتعودتي عليها وبقت جزء من رتم الحياه اليومي، انت تشعري ان في حاجه كانه عمل وتخريب عالمي. ايوه بالظبط. وانت عارفه ده كمان احنا تاثرنا بايه يا استاذه دينا؟ بالافلام الاكشن الامريكيه اللي دايما بتجيب لنا بعض الافلام اللي هو يطلع مخترع فيقوم مأثر على شبكات الاتصال والتواصل في امريكا كلها. فاحنا بدانا نتاثر بالقصص اللي بالزبط. هي بتبقى في الغالب خرافيه يعني. والله ما بتبقاش خرافيه، بتتحقق بعد كده. انا عارف، بس بالشكل ده وبالنتائج دي. ليه مش اتكلموا على كوفيد 19 في فيلم من سنه 2011 بالزبط. واحنا نايمين وبصينا لقينا ان كوفيد 19 جه فعلا. أيوة. كورونا وازمه البورصه العالميه هم توقعوها، عملت فعلا برضو فيلم فعلاً. ليه بيقولوا ذا سيمبسونز الكرتون تنبأ بحاجات كتير جدا، الله اعلم بقى كلمه تنبأ دي صحيحه او دقيقه ولا لا، لكن اتعمل فيه احداث الاستنتاج يا فندم، الاستنتاج لانه طيب الفتره اللي جايه بقى هل لا تضع البيض كله في سله واحده؟ يعني تتنوع مصادرك، تتنوع طرق، يعني تليفون البيت ده بقى لازم نحرص عليه ويبقى موجود جنبنا طبعا. يعني كلمني على البدائل، مش الانترنت بس وخلاص. لا، وكمان في حاجة تانية رفعت من أسهم الشبكة الأخرى اللي هي تويتر. دي الوحيدة اللي ما عطلتش. ده قعدوا يتريقوا على بعض يعني. أيوة. التويتر قعد يقول للناس اهلا بيكم كلكم بمعنى الكلمه. انا هفتح الباب بقى ومستنيكم، انا اللي موجود والباقي لا، انا موجود. اهو ده عشان هو كان هو بيطلق الموقع بتاعه من على منصه تانية. لكن مش ده الموضوع لوحده، ده معناه ان الناس لجأت الى منصه ايضا في السوشيال ميديا عشان يهربوا من اللي وقفت، لكن مش الحاجات الاعتياديه. دكتور طارق، في نقطه بس كمان على احنا لازم نفهمها كمواطنين في العالم كله، ان لما تجمع المنصات في ايد اونر واحد او مالك واحد لمجموعه من المنصات اللي هي عندها بوبيلاريتي جامده جدا، ده خطر امن قومي عالمي طبعا، مش امن قومي وطن طبعا. كبلد اثار الناس وحساباتهم. وعايز اقول لحضرتك هو اول حاجه قالها مسؤول اللي هو او صاحب الشبكه بتاعت فيسبوك، قال لك انا اؤكد ان لم يحدث اختراق لحسابات حد، لانه عارف ان الناس كلها هتتكلم عن الجزئيه دي. واتساباتكم، فيسبوكاتكم، الماسنجر، كل حاجه مجتمعه كانت خطيره. على العموم دايما التجارب اللي هي انا مش عايزه اقول مؤلمه عشان ما ابقاش ببالغ برضو، يعني هي اتعكننا شويه ما حصلش حاجه يعني. لكن التجارب دي بتعلمنا اننا ناخد حذرنا في حاجات كتير قوي يمكن ما تخطرش على بالنا في اللحظه اللي تعرضنا فيها للموقف ده، لكن هنبقى مستعدين لاكتر من كده عالميا، اكيد مش في مصر بس. اكيد يا فندم. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور طارق، اللي نورتنا في ستة. دايما لقائي معاكي بيكون مميز. ربنا يخليك دكتور طارق. فاصل ونرجع مع حضراتكم مره تانية نكمل باقي فقراتنا اليوم، خليكم معانا.